أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، معكم مستر أحمد فوزي، والنهاردة معدنا مع اليونت 2 الوحدة التانية ليسن 1 أند ليسن 2، الدرس الأول والدرس التاني واللي هنشرح فيهم كل الجزء بتاع الكيفوكابلري اللي هي الكلمات وكل الأجزاء الموجودة معانا على الدرسين، وهنحل طبعا الإكسرسايزز الموجودة معانا على بيج 60 من أول صفحة 60 وسكستي 1 وسكستي 2 وسكستي 5 وسكستي 6. يونت 2 بتتكلم على eating around the world. تعال نشوف نبدأ مع بعضنا كده الجزء بتاع ايه الفوكابلوري في listen 1 and listen 2 في البارت 1 الجزء الاول. اول حاجة طبعا amount يعني كمية، celebrate هنا كverb معناه يحتفل او ايه يحيي مناسبة، وبعد كده eat out يعني يأكل خارج المنزل، expensive يعني غالي الثمن، get together يعني يلتقي او يتجمع، occasion يعني مناسبة، بعد كده popular يعني منتشر او شائع، prepare يعني يعد او يجهز، rare يعني نادر، salty مالح، serve يخدم او يقدم طعام او شراب، spicy يعني متبل او بتوابل. strong هنا يعني ذو رائحة قوية، strong او قوي، traditional يعني ايه تقليدي. بعد كده على طول نكمل مع بعضينا اللي هي ايه corn bread اللي هو خبز الذرة، curious يعني فضولي او محب ليه للاستطلاع، بعد كده curry، curry هنا اللي هو نوع من انواع البهارات ايه الهندية، delicious يعني لذيذ، dessert يعني اللي هو الحلو بعد الوجبة، dish يعني صنف من الطعام او طبق، event يعني مناسبة هامة او حدث، exist يوجد، extract معناها طبعا يستخرج كverb، او لو جاتنا والمعنى اقتباس او يقتبس، festival وعيد او مهرجان، fried يعني محمر او مقلي، gather يعني يلتقي او يجتمع، بعد كده herring اللي هي ايه الرنجة، laugh يعني يضحك او يقول ضاحكا طبعا the verb، بعد كده native هنا يعني محلي او اصلي، بعد كده old fashioned يعني عتيقة او قديم جدا او موضة قديمة، oysters اللي هو المحار، pie اللي هي فطيرة، pans هنا يعني جمبري كبير، بعد كده ايه pumpkin اللي هو ايه طبعا اللي هو ايه اليقطين، يعني يقطين ده عبارة عن زي كده نبات قرع يعني، بعد كده recent يعني حديث، روست لام يعني لحم ضاني مشوي، روست هنا معناه طبعا كناون او adjective يعني لحم ايه مشوي، روست هنا طبعا بمعنى ايه مشوي او محمص، سيفود اللي هو الطعام البحري، شيلفش اللي هي الصدفيات او المحاريات، سميل هنا اللي هي الرائحة كناون، طبعا سنو اللي هو الجليد، سرفايف هنا كفيرب معناه طبعا ينجو او يبقى على قيد الحياة، سويت بوتيتوز اللي هي البطاطا، تيك اواي اللي هي وجبات جاهزة، ثانكس جيفنج اللي هو عيد الشكر، تركي اللي هو الديك الرومي، فيجيتابلز اللي هي الخضروات، بعد كده وات ايفر اللي هي ايا كان او مهما ايه كان. الجزء اللي بعد كده اللي هو الديفينيشنز اللي هي التعريفات، اماونت هنا معناها طبعا اكوانتيتي كمية of something، ودي how much of something is worth يعني قد ايه كمية الشيء بتكون، بعد كده celebrate كفيرب هنا معناها طبعا to do something fun ان طبعا ايه يعمل شيء ممتع، to show that an event عشان يوضح ان المناسبة is special يعني special يعني خاصة، eat out هنا يأكل في الخارج معناها to have a meal يتناول وجبة outside your home برا المنزل، لما اقول get together هنا يتقابل معناها to meet people يقابل الناس and spend time with them ويقضي وقت معاهم، أو to meet with other people. occasion هنا معناها مناسبة ودي معناها time when something special happens. طيب prepare هنا معناها يعد ويجهز ودي to get something ready for use يعني جهز الشيء عشان يكون مستعد ليه للاستخدام. serve هنا كverb معناها يقدم أو يقدم طعام أو يخدم ودي معناها to give someone food or drinks as a part of a meal يعني يدي شخص طبعا الطعام او المشروب كنوع من ايه
او كجزء من الوجبه. traditional هنا طبعا تقليدي, with من following a way of doing something that has existed, اللي هي ايه اتباع طبعا اشياء existed موجوده for a long time, الحاجات دي كانت موجوده من فتره ايه طويله. طبعا نروح لي question number one في ال exercise على طول على الجزء بتاع ال definitions. بيقول لي ايه to is to do something fun to show that an event is special, ان انت توضح شيء من المتعة عشان تبين ان انت ايه ال event ده طبعا حدث ده special مميز. repair يعني صلح. طيب هنا get together يتقابل, celebrate يحتفل, eat out يأكل بالخارج, يبقى الإجابة هنا ايه celebrate. أما في question number two بيقول لي A أو N is a quantity of something or how much of something there is. مادام قال لك quantity هنا يعني quantity هنا يعني كمية. طيب هل هي tradition تقليد ولا amount كمية ولا prune اللي هو الجمبري ولا option اختيار؟ هي الإجابة طبعا هنا amount. وبعد كده في question number three بيقول لي two is to have a meal outside your room, ان انت لما تتناول وجبة خارج المنزل بتاعك هل هي سيرف يقدم ولا جيت تو جزر يتقابل ولا سيلبريت يحتفل ولا ايت اوت؟ هي ايت اوت. question number four بيقول لي two is to meet people and spend time with them, تقابل الناس وتقضي وقت معاهم. هي prepare يجهز ولا جيت تو جزر يتقابل ولا سيلبريت يحتفل ولا eat out ياكل في الخارج؟ قال لك هنا spend time يعني يقابل ويقضي وقت اللي هي get together. number 5 هنا بيقول لي when is a time, هو عبارة عن وقت, when something special happens, لما شيء مميز يعمل ايه هنا يحدث. هل هي ال occasion المناسبة ولا هنا ال amount كمية ولا prune اللي هو ايه جمبري ولا option؟ هي اللي جاب هنا ايه occasion. number 6 هنا بيقول 2 is to get something ready for use, يعني ان انت تحصل على شيء جاهز للاستخدام, ودي prepare يعني جاهز, لان get together يتقابل و celebrate يحتفل و eat out ياكل فين في الخارج. number 7 هنا بيقول 2 is to give someone, ان انت تدي شخص food طعام or drinks مشروبات, وده هنا بيسموه كوك يطبخ ولا get together يتقابل ولا serve؟ هي الإجابة طبعا هنا سيرف يعني يقدم أو يخدم. number 8 بيقول لك to be means following a way, إن أنت تتبع طريقة of doing something, في عمل شيء that has existed موجودة for a long time من فترة طويلة, وبده يسموها هنا إيه traditional اللي هي التقاليد أو التقليد. لكن personal شخصي فرايد يعني مقلي أو محمر, وسيمبل يعني إيه بسيط. في نمبر 9 هنا بيقول لك is a day when people in the United States of America, يعني الناس فين في أمريكا and Canada give thanks to God, بيدوا شكر ربنا for the good harvest, على المحصول الجيد and for health الصحة, وده بيسموه طبعا thanksgiving اللي هو عيد الشكر. لكن شم النسيم يعني شم النسيم و celebration احتفال, و the big Friday اللي هو يوم الجمعة العظيم. question number 10 بيقول لك which is the most boy's name in your class, ايه الاسم المشهور جدا فين في الفصل بتاعك؟ هل هو هيلسي صحي ولا اميون مناعي ولا بوبيلر محبوب شائع ولا اثليتيك يعني رياضي؟ هي بوبيلر. ويروح ل question number 11 بيقول لك oysters are a, الاويسترز دي طبعا اللي هو الصدف او نوع type of seafood, اطعمة بحرية in our area, في المنطقة بتاعتنا, they are not seen, ما تشوفوش طبعا كتير يعني or found very often. هل هو رير؟ طبعا هي كلمة رير يعني نادر, رير هنا يعني خلفية, حاجة في الخلف يعني, وان هو المشهور وبوبيولر يعني شائع ومحبوب. في نمبر 12 بيقول the war against civilians, اللي هم طبعا حرب ضد المدنيين, has attracted جذبت an enormous of public sympathy, يعني عايز يقول لك ايه جذبت عطف الناس يعني, ودي طبعا هنا هي ماونتين جبل ولا ماونت كمية ولا ميون مناع ولا ماونت, هي طبعا ماونت كمية او بابليك سيمسي. نمبر 13 بيقول لي the food is quiet, الطعام طبعا ايه هنا but it's really nice, لكن هو لذيذ جدا جميل جدا لكن هو غالي, يبقى expensive, هنا ما ينفعش نقول له tasty و delicious.
اما في نمبر 14 بيقول I'm meeting my old friends today. هقابل طبعا اصدقائي on the of Omar's wedding. طبعا ده حفل زفاف عمر، دي مناسبة هنا. يعني ايه كلمة مناسبة هنا؟ اللي هي ايه هنا؟ occasion. 15 هنا بيقول in Greenland it's custom. custom يعني عادات، ذات من ايه اللي هم الرجال. a special meal يقدموا طبعا وجبة هنا خاصة مميزة of whale من الحيتان for women to enjoy للسيدات عشان طبعا يستمتعوا بيها. هل هي سورف يعني هي يتبحر او يستصفح؟ هنا سرفايف ينجو بحياته، سيرف يعني يقدم او يخدم هنا، طبعا هنا هي سيرف لان سبند هنا يعني يقضي وقت او يصرف مال. فنمبر 16 هنا بيقول لي، هنا بيقول لي فوتوغرافرز اللي هم الجماعه المصورين اركين اون يعني حريصين على ان هم تيكينج فوتوز ياخدوا الصور اوف بتاعي هنا الديفيكولت الصعوبات ولا السليبرتيز اللي هم ايه المشاهير ولا اوبشنز اختيارات ولا اماونت. هي الاجابة ايه؟ سليبرتيز. في 17 هنا بيقول ذا تو براذرز اللي هم الاخين هاف جاست فينيش زير اكزامز، لسه مخلصين طبعا الامتحانات بتاعتهم. اند هاف جون اوت تو، طلعوا بره ليه ترى هنا؟ عشان خاطر يعملوا ايه؟ سليبريت يحتفلوا، لان الورد كافي اكسبكت يتوقع ريبورت يعني ايه يعني يكتب تقرير او ينقل شيء. فنمبر 18 بيقول لك ماي اولد فريند اند اي اوفن جيت وانس ا ويك، انا وصديقي طبعا بنتقابل مره كل اسبوع. هي جيت تو جزر يعني ايه يتقابل، جيت تو جزر يعني ايه يتقابل. فنمبر 19 بيقول لك ان سبين في اسبانيا اتس تو ايت 12 جريبس، بياكلوا بقى 12 حبايه عنب تو ويلكم ذا نيو اير عشان يرحبوا بالعام الجديد في اسبانيا، ودي حاجة من النوع اللي هو التراديشنال التقليدي، حاجة تقليد عندهم. في نمبر 20 بيقول لك I must for the exams to pass them، لازم يعمل ايه للامتحانات عشان ينجح فيهم ويعديهم، حاجة اسمها prepare يعني ايه هنا يجهز. في نمبر 21 بيقول لك I got tired يعني ايه هنا تعب of I miss homemade meals، يعني هنا وحشته طبعا الوجبات اللي هي ايه اليدويه اللي بتتعمل في البيت. هنا طبعا اللي هو ايه تعب من الاكل في الخارج، يبقى هنا I got tired of eating out. serving يقدم وجبات او يخدم، celebrating يحتفل، getting together يتقابل، يبقى الاجابه هنا eating out. في نمبر 22 بيقول the water in this lake، الماء هنا طبعا في البحيره is not fresh، او بيقول لك مش فريش، يبقى هو ايه تيستي ولا سبايسي ولا فرايد ولا سولتي؟ لا هو مال سولت يعني ميه سولت يعني ايه هنا مالحه. وفي نمبر 23 بيقول لك I can't help eating a mom's food، يعني هنا طبعا هنا ايه الطعام بتاع ماما هنا ايه بيكون طعام طبعا هنا ايه سبايسي. نمبر 24 بيقول لك healthy food makes us and fit، الطعام الصحي بيخلينا stressed ولا ويك ضعاف ولا باد سيء ولا سترونج؟ هي سترونج هنا. وفي نمبر 25 يقول لك ساينس جيفز اس هوب، طبعا اللي هو العلم بيدينا الامل ذات ميني ديزيزز ان بعض الامراض ويل نوت ان اور فيوتشر وورلد، ان الامراض دي مش هتكون موجوده في المستقبل في عالمنا، يبقى وونت اكزيست. اكزيست هنا يعني ايه يوجد، دامج هنا يعني يتلف، ديسابير يختفي، كيور يعالج. وفي نمبر 26 يقول لك ذا نيو ستودنت ات اور كلاس، اللي هو الطالب الجديد في الفصل بتاعنا از انتريتش مش غني سو هي ويرز كلوز، طب ما دام هو مش غني وبيلبس ملابس يبقى لكشريوس هنا يعني طبعا ملابس فخمه اولد فاشن ده قديمه، سبلندد فاخر، ريسنت حديث، يبقى هنا الاجابه اولد فاشن. نمبر 27 بيقول لك she speaks French fluently، طبعا هي بتتكلم فرنساوي بطلاقة، but it isn't her language، هي مش اللغة الأم بتاعتها هنا، طبعا هي النيتف، لأن foreign هنا أجنبي ومودرن حديث وديد ميت. في نمبر 28 هنا بيقول لك our parents are very about the food we eat، طبعا هنا هم ايه هنا طبعا؟ هل هم curious فضوليين؟
عايزين يعرفوا ولا complicated معقدين ignorant طبعا يعني هنا جاهلين careless يعني مهملين طبعا هنا ايه الاجابه curious عندهم فضول يعرفوا طبعا الطعام اللي احنا بناكله. في نمبر 29 بيقول لك ايه of the six people injured in the crash يعني الست ايه افراد او اشخاص اللي ماتوا فين في التصادم only two اتنين بس اللي هم عايشين او نجوا او بقوا على قيد الحياه اللي هم ايه survived عارفين احنا يعني ايه survived و existed و ايه ate out. في نمبر 13 بيقول لك some from trees like cinnamon او cinnamon اللي هي طبعا ايه اللي هو اللي يرفع can be used as drinks طبعا ده نوع من الاشجار وده بيسموه هنا اللي هي ايه مستخلصات يعني اللي هي يستخلصوها extracts extracts from trees يعني يطلعوها من الاشجار يعني. في نمبر 61 بيقول لك the 6 October victory اللي هو نصر 6 اكتوبر is a great حاجة عظيمة جدا in our contemporary history اللي هو في التاريخ المعاصر بتاعنا. هو جريت سيريز مسلسلات حلقات او سيريز ولا اكسيدنت حادث ولا ايفنت حدث ولا ابزود حلقة هي ايفنت وهو طبعا مش سيريز يعني هنا ايه حلقات مسلسلية يعني. في نمبر 32 بيقول لك هنا we have a vegetable garden لما يكون عندنا حديقة خضروات in our house في منزلنا in this sentence في الجملة دي the word vegetables هنا معناها ايه هل هي noun ولا adverb ولا adjective صفة ولا determiner طبعا اللي جاب هنا ايه هي طبعا هنا adjective يعني هنا يعني الصفة. question number 33 بيقول لك the boys اللي هم الأولاد at night to watch the match as a coffee يعني هم يتقابلوا عشان خاطر طبعا يعملوا ايه يتفرجوا على الماتش فين على المقهى يبقى gathered gathered هنا يعني ايه اجتمعوا او اجتمعوا at nine. فنمبر 34 هنا بيقول لي هنا ايه to meet meet هنا يعني لحمة يعني else to cook ان انت تطهيها without liquid in an oven يعني بدون اي سوائل فين في الفرن roast ولا exist ولا جازر ولا ويك طبعا هي الإجابة هي الروست. نمبر 35 بيقول لك ذيس شيف يعني ايه الشيف اللي هو طبعا اللي هو الشيف اللي هو الطاهي او رئيس الطهاة has created this delicious هنا عمل طبق لذيذ اللي هنا ديش ديش هنا يعني طبق اكل هنا وجبة. نمبر 36 بيقول لك فيش شيل فيش and oysters are دي كل حاجات دي هي اكلات بحرية يعني ايه اكلات بحرية اللي هي سي فود. في نمبر 67 بيقول لك how do you like your fish sure قال له بليز طبعا هنا بيقول له تحب السمك بتاعك ايه هنا يقول له طبعا فرايد فرايد هنا يعني ايه هنا يعني مقلي يعني هنا. في نمبر 68 بقى بيقول له how am is a type of shellfish that can be eaten and that produces a jewel called a pearl هو هنا ممكن تنتج حاجات زي كده ايه هنا مجوهرات زي كده اللؤلؤة هل هي لويستر ولا باي فطيرة ولا بامبكن ولا كورن بريد هي الإجابة طبعا هنا ايه اللي هي لويستر. كده خلصنا الجزء بتاع التشوز على الفوكابلري هنروح مع بعضين على الجزء بتاع هنا ايه الverbal collocations اللي هي المتلازمات اللفظية. أول حاجة طبعا معانا bring good luck يعني يجلب الحظ السعيد do something fun يقوم بشيء طبعا مبهج fall asleep يعني ينام have for dessert يعني يأكل حلوة have a meal يتناول وجبة have whatever we like it نحصل على ما نشاء get together يتقابل make noise يسبب ضجيج او ضوضاء serve the food يعني يقدم الطعام spend time with يقضي وقت ممتع معه take place يعني يحدث. نكمل بقى الجزء مع بعضين الجزء بتاع السينينامز اللي هو المترادفات delicious لذيذ معناها طبعا tasty معناها طبعا mouth watering طب جزر هنا يعني ايه جزر يعني يلتقي او يتجمع جزر جزر
معناها collect أو crowd أو meet up أو get together. طب old fashioned عتيق أو قديم جدا معناها traditional، معناها ايه تاني conventional، معناها ايه تاني outdated، يعني outdated يعني قديم. طيب هنا popular منتشر أو شائع معناها famous أو renowned. طيب هنا rare نادر معناها unique أو scarce أو uncommon. طب traditional تقليدي معناها conventional أو customary أو old fashioned. نروح مع بعضنا على الجزء بتاع المتضادات الـ antonyms وكلمة delicious عكسها إيه؟ tasteless. طب وgather عكسها scatter ينتشر. طب old fashioned قديم جدا عكسها modern أو fashionable أو new. طب popular منتشر أو شائع عكسها إيه؟ unknown أو unpopular أو obscure. طيب هنا rare هنا نادر طبعا عكسها ordinary أو usual أو common. traditional هنا تقليد عكسها unconventional أو modern أو إيه؟ novel. وده جزء طبعا المشتقات، يعني الحاجات دي احنا نراها ما ناخدش فيها وقت. سيلبريت احنا بمجرد ان احنا نراها نفهم على طول. سيلبريت يحتفل، سيلبريشن نوع احتفال. سيلبريتي اللي هو شخص مشهور، وجماعه طبعا سيلبريتيز، وسيلبريتد يعني ايه مشهور. تمام. بعد كده نروح على الجزء اللي هو ايه التعبيرات اللي هو الاكسبريشنز والايديومز. لما اقول a bit worried about يعني قليلا على thanks giving dinner عشاء عيد الشكر. all the time طوال الوقت. almost all تقريبا كل. almost none تقريبا لأحد. at a time يعني في المرة الواحدة. at least على الأقل. at thanks giving في عيد الشكر. be curious about يعني يشعر بالفضول أو لديه حب استطلاع بخصوص. get ready جاهز شيئا ما. لما أقول I can't wait يعني إيه هنا أنتظر بفارغ الصبر. in different colors بألوان مختلفة. in fact يعني في الحقيقة. والجزء بقى اللي هو بتاع مين هنا اللي هو ال idioms برضو it's a lot like يعني إيه يشبه كثيرا. late at night في وقت متأخر. me too وأنا أيضا. native Americans سكان أمريكا الأصليين. on different occasions يعني في مناسبات مختلفة. on the menu في القائمة. on the side of على الجانب. ready to or for guys lee. that sounds great يعني ذلك يبدو عظيما. there is such a lot to do يوجد الكثير لنقوم به. visit for thanksgiving يزور في عيد الشكر. with help from بمساعدة. طب ال propositions بقى plus ال verb. نقول belong to يخص أو ينتمي لي. catch up with ينضم إلى أو يتواصل مع أو يلحق به. طب choose to يختار أن. طب choose from يختار من بين. dig out of يستخرج من أو يستخرج من. keep out of يبتعد عن الطريق. look after يرعى أو يعتني به. look like يشبه. tell about هنا معناه يخبر عن. wait for يعني إيه ينتظر. ودي نلاحظ ناخد الفرق بين amount quantity و level. amount هنا كمية أو مقدار من شيء ما. زي نقول amount of salt يعني كمية من الملح in my food. طب quantity هنا عبارة عن كمية أو مقدار محدد من شيء ما تستخدم غالبا في الأوامر والتعليمات المكتوبة. زي لما أقول إيه add the right quantity of salt يعني ضيف هنا كده إيه الكمية الصحيحة من الملح. ليفل هنا بيكون مستوى ونسبة محددة. زي لما اقول ليفل اوف ايه كوليسترول ان ماي بلاد يبقى هنا مستوى الكوليسترول فين في الدم. بعد كده هنا ديسايد. وديسايد هنا يعني قرر. يجي بعدها تو بلس انفينيتيف. لما اقول وي ديسايد تو سبيند ذا ميد اير. طب ديسايد ذات لازم يجي فعل. بعد كده فيرب. لما اقول وي ديسايد ذات وي ويل سبيند. ويل ايه سبيند the mid year. طيب decide on يجي بعدها noun او verb plus ing. زي لما اقول we decided on Aswan اصرينا على Aswan او we choose Aswan to spend the mid year holiday in.
الفرق بين event و occasion و opportunity. opportunity يعني فرصة، occasion مناسبة، event يعني حدث، وده بيكون حدث هام أو مناسبة هامة. تمام. occasion هنا بتكون مناسبة اجتماعية زي كده شم النسيم، وزي ايه تاني كده مثلا الأعياد، وزي برضو ايه اللي هي ال wedding parties اللي هي الحفلات الزواج. طب opportunities دي بتكون فرص، أنا أقول لك go and talk to the manager، يعني روح واتكلم مع المدير. don't miss the opportunity، اوعى تفوتك ايه الفرصة. وبعد كده traditional، قديم جدا او تقليدي، و old fashioned يعني مش على الموضة، و modern حديث. فلما قلت traditional هنا معناها طبعا ملابس تقليدية، traditional clothes، traditional way يبقى طريقة تقليدية of thinking في التفكير. old fashioned يبقى هنا يقول لك ايه، هنا الدرس بتاعه اولد فاشن بتاعها، يعني هي لابسه فستان مش على الموضه. مودرن يبقى هي لابسه طبعا حاجه حديثه، او لما اقول مودرن انفنشن يعني ايه اختراعات حديثه. طب وسيرف وسورف، سيرف هنا يقدم وجبات او يخدم على، لكن سورف هنا بمعنى يركب الامواج. لكن لو جت مع الانترنت اقول لك سيرفينج ذا انترنت، اللي هو ايه هنا يتصفح ايه الانترنت. نروح للجزء بتاع الاكسرسايز ده، طبعا معروف على طول، هنحل مع بعضنا ايه اكسرسايز على الكلام اللي احنا قريناه ايه مع بعض. في نمبر 1 هنا بيقول لي هنا ايه، ماي كوزن فيزيتس مي ان ماي ديستنت فيلج، عايز اقول لك ان ابن عم بيزورني من حين لاخر في قريتي ايه البعيده. احنا خدنا طبعا كلمة occasionally، لان occasional هنا بتساوي هنا ايه، بتساوي sometimes، يبقى من حين الى اخر ايه بيزورني. بعد كده نروح على question number 2، بيقول لي my little sisters asleep during the film، وعايز يقول لك ان اخوات البنات الصغيرين ناموا خلال الفيلم. طب يعني ايه هنا ناموا؟ هل هي فيل ملأ، ولا فيل اسليب سقطوا في النوم، ولا فيل يفشل، ولا فيلز يشعر؟ هي فيل اسليب. وكويشن نمبر 3 بيقول لك ليتس توجذر ذيس ويكند ات وود بي نايس تو سي يو، خدناها اللي هي جيت توجذر فين في الاكسبريشنز، يعني يتقابل، يبقى ليتس جيت توجذر هيا بنا نتقابل. وبعد كده نروح على كويشن نمبر 4، هنا بيقول لي ميك شور اتاكد يو هاف ادد ذا كوركت اوف ووتر تو ذا فود ريسيبي، اتأكد ان انت ضفت كمية المية المناسبة ليه للطعام او الوصفة بتاع الطعام. ودي هنا كواليتي يعني جودة، نمبر عدد، كواليتي مساواة، يبقى هنا الاجابة ايه كوانتيتي. نمبر 5 هنا بيقول لك a meal that is delicious، الوجبة لما تكون لذيذة هنا بمعناها ايه، معناها تيستي. طب ونمبر 6 هنا بيقول لوكسور اسوان are popular tourist attractions، يعني مناطق جذب سياحي هنا. This means that Luxor and Aswan are not، خد بالك من كلمة not هنا، يبقى not unknown، لأن كلمة not هنا لا، و unknown يعني غير معروف، يبقى هل هم لا غير معروفين، ولا نقول not و unknown؟ طب ما و unknown هنا مش مشهورين. طب و famous؟ not famous مش مشهورين، not familiar يعني مش محبوبين. في نمبر 7 هنا بيقول لك something that is traditional، لما يكون الشيء traditional هنا معناه هنا ايه، معناه conventional، conventional هنا يعني تقليدي. في question number 8 بيقول لك the accident place in front of the cinema، عايز يقول لك ان الحادث تم او حدث امام السينما. يبقى هنا طبعا خدناه حاجة اسمها took place تساوي happened. نروح بقى لكويشن نمبر 9، بيقول لك ايه ذا فود ان ذيس ريستورانت از نايس، طبعا عايز يقول لك الطعام اللي ايه بيقدم في هذا المطعم ايه هنا جميل، يبقى هنا طبعا سيرفد اهو. بعد كده كويشن نمبر 10 بيقول لك يور كومباني اللي هي الصحبه مي جود لك، يعني عايز يقول لك صحبتك بتسبب لي او تجلب لي الحظ السعيد، وهنا معروفه اللي هي برينجس مي جود لك. نمبر 11 هنا بيقول لك سما لافز لاودلي، يعني سما بتضحك بصوت عالي. whenever her brother في اي وقت طبعا اخوها ايه يقول او يعمل حاجه ايه فان، يبقى does something fun.
اما في كويشن نمبر 12 بيقول لك this machine used to loud noise، والآلة دي خلاص اعتادت ان هي تعمل ضوضاء. يعني ايه هنا تعمل ضوضاء؟ لا make loud noise. كويشن نمبر 16 بيقول لك he pays me visits. تاخد بالك من كلمة visits هنا مش بمعنى يزور زي الجملة اللي فاتت، عشان كده هنا خدنا occasionally من حين الى اخر تساوي sometimes، لكن هنا لما اقول occasional visits يعني زيارات من حين الى اخر. تمام. في نمبر 15 هنا بيقول لك ايه you must have at، لازم يكون عندك على الاقل 5 سنوات خبرة، خدناها طبعا في الاكسبريشن at least او حروف الجر بالبوزيشن. at least هنا يعني على الاقل. نمبر 15 هنا بيقول لك ايه farmers dig potatoes، يعني الفلاحين بيحفروا عشان يطلعوا البوتيتس out of the earth خارج الارض. 16 هنا بيقول لك you will meet all your close friends tomorrow، هتقابل كل اصدقائك غدا اللي هم المقربين. ودي هنا بيقول لك I can't wait، كلمة I can't wait هنا معناها doesn't want to meet يعني مش عايز يقابلهم، ولا doesn't like ما بيحبهمش، ولا wants very much to meet يعني عايز يقابلهم بشدة يعني. وفي نمبر 17 بيقول لك he still finds himself a stranger، يعني بيجد نفسه غريب و doesn't belong، خدناه belong to يعني لا ينتمي إلى this place المكان or these people الناس. وآخر جملة معايا نمبر 18 بيقول لك you have 3 colors، عندك 3 ألوان to choose إيه from، يعني to choose from تختار منهم. طبعا دي كل حاجة كانت معانا على الوحدة التانية لغاية بيج كام 66 اهو. أتمنى إن احنا كنا استفدنا من الفيديو. Thank you. Goodbye.